للحديث أكثر عن زيارة السيد الرئيس للمدينة الأولمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي. برحب بحضرتك معنا إلى هذه التغطية الخاصة عبر شاشة أكسترا نيوز. أستاذ هاني، واسمح لي أسألك عن أبرز ما لفت نظرك لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري اليوم في المدينة الأولمبية الجديدة. تفضل. بالطبع طبعا تحياتي لحضرتك وكل مشاهدينا القناة. لو تحدثنا عن الرياضة أو الرياضة والفن، هما القوتان الناعمتان في مصر والعالم، وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي من بتوليه الرئاسة يولي اهتمام كبير جدا بالرياضة والرياضيين والمنشآت الرياضية، وبالتالي ما كانش فيه هيبقى فيه أجمل من فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون متواجد النهاردة مع المنتخب الوطني في استاد مصر أو استاد العاصمه الاداريه، علشان خاطر بننقل صوره العالم كله ان مصر الحديثه بتتشطب كبير جدا على مستوى الانشاءات، بخلاف طبعا شغف ومعرفه وعلم الرئيس عبد الفتاح السيسي باهميه كره القدم للشعب المصري واهميه البطوله الافريقيه اللي منتخب مصر بيحمل رقم القمه. دي كانت رساله كامله لجميع الشعب المصري ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدى الاهتمام والشغف اللي الجماهير المصريه بتحمله لبطوله افريقيا اللي هتقام الاسبوع المقبل في قطر. اعتقد ان الصوره النهارده كانت صوره جميله جدا، كان اكبر حافز للاعيب الوطني كمان بتشكو الى حد ما من فكره ان الجماهير مش ملتفه عليهم، ده رئيس الدوله بالظبط هو كان النهارده موجود معاهم وبيشجعهم بيقدرهم بيطالبهم ان هم يرجعوا كأس البطولة. أعتقد إن دي كانت أكبر رسالة أو أفضل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجماهير المصرية إن هي تلتفت حوالين المنتخب الفترة الجاية. نعم، أنا يعني بكل تأكيد بنتمنى تحقيق البطولة للمنتخب المصري في يعني هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية، وربما تلك الزيارة الهامة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مفتاح هام لتحفيز يعني اللاعبين وتشجيعهم في هذا الصدد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي.